لك ملا بيت ملا ترتيب ولك لك هالسجاد وهالفرش. قلت لك يا تريز جميعا مرتبين كتير. مرتبين؟ ايه هيدا ترتيب؟ ايه انا بحياة عمري ما شايفة هيك ترتيب. يا اهلا يا اهلا بالستات، والله اليوم كتار. يا اهلا فيك، ما تبخزيني. ايه تفضلوا. ما توخزينا ست جويس، جايبين جاد ابن بنتي. يا حياتي على الصغار، اسم الله اسم الله. بنتي اضطرت تروح على الشغل وتتركه معي. بالعكس انا بموت بالصغار. وهيدي جارتي تيريز، تشرفنا. لا يا بديعة، لا مش مثل ما حكيتي، كان لازم تقولي اكثر جمالا يخزي العين عنك قمر اسم الله. ميرسي. انتو ثلاثتكم جيران؟ ايه نحن ساكنين فرد حي. اه وهالقد اصحاب مع بعضكم؟ الى ابد الابدين. امين. نيالكم، ما في عنا هيك شيء بفرنسا. ليه حضرتك كنتي بفرنسا؟ من وقت الحرب فلت انا وجوزي وابني وبقينا هونيك. وابني بس خلص علمه قرر يرجع، وانا وجوزي ما قدرنا نرجع لانه ما في يترك شغله. عندك صبي واحد بس؟ ايه نعم، اسمه جو، وهلا بتشوفي هو هون. اسم الله، الله يخلي لك يا رب. ميرسي. بونجور. اهلا. الست بديعة والستات جيرانا. تريز. جورجيت. ابني جو. اهلا وسهلا. ماما انا عندي شغل مضطر امشي بالاذن. ما تنسى الليلة جو، ما نتعشى سوا دكور. لا مش ناسي ماما، اطيب مطعم بالبلد. الا زمان مش جاي على لبنان فنسيت انه في قصص جديدة ومحلات جديدة وطرقات جديدة كمان، ما تنسى. طيب يلا بالاذن، باي ماما. باي. اسم الله اسم الله، ابنك مثل القمر. ميرسي. اسم الله، ابنك مجوز؟ يا ريت. اسم الله خاطب؟ كمان لا، ابني جو كل وقته لشغله. شو بيعمل؟ إلي مانجر بور ان غراند ستار ليبانيز. اسم الله قديه عمره؟ 31 سنة. عزه اسم الله. شو رأيك يا ست جويس ندبر له عروس؟ والله يا ريت، بتمنى. عندك شي مواصفات مثلا حطيتيها براسي؟ نو ابدا، يعني مهم تكون بنت عائلة وبنت ناس معلمة فهمانة ستو. يعني بنت عائلة مع مصاري اغنياء؟ نو ابدا، مش ضروري، احنا المصاري مش كتير بتهمنا. الحمد لله ابني شو وضعه مرتاح ومش عايز مصاري. مهم تكون بنت مثقفة مهذبة، بنت عائلة مش مفككة. ما بعرف إذا فهمتوني. أكيد أكيد، يعني بدك إياها بنت عائلة يكونوا إما وبيا مش مطلقين. نعم. رح شفلك يا ست جويس، أكيد بلبنان في كتير بنات من هالعيال، مش هيك يا بديعة؟ إيه إيه هيك هيك. والله يا ست جويس لدبر لك عروس لابنك جو، وبتقولي بكرة تريز قالت. ست جويس منبلش؟ أكيد. يلا شوكا بديعة، شفتي ملا بيت؟ ملا مرة ملا شاب؟ منيح منيح، هيدا اللي طلع معك؟ ولك بجنن بياخد العقل. أنا إذا بترجع لإلي كنت بطلق بنتي سمر من جوزها الشرشوح وبجوزه إياها. بديعة، ما لازم تفلتي من إيدك، لازم نعرفه على دليدا. دخلي كتريز، شو قالت بيشتغل؟ قالت هيك شي جراند ستار. هلأ جراند يعني كبير. ولك اسمعوا، عنده شركة كبيرة لستوريت. اسم الله اسم الله. لازم نعرفه على دليدا. كيف؟ اتركي علي، إذا ما بجوزها لدليدا من هلأ لآخر السنة ما اسمي تروس. تفضل. شو؟ يا منيح نعيما. ميرسي. شو يا تريز؟ لقيتيلك شي طريقة تعرفي فيها دليدا على جو؟ طبعا لقيت. بكرة بس بدنا نروح لعند ست جويس. ام سامح ما بتروح معنا، بتقول انه هي مشغولة. بما انه انا وانت ما بنعرف وين البيت، نطلب من دليدا تستدل من ام سامح عن البيت، وهيك بتشوفه. فكرة منيحة، بس انا ما بكون ما بتشوفه. ايه مش ضروري تكوني ام سامح، بعدين نخبري. ايه حاجة نظره، خلوني اسأل البنت إذا بهمها هالموضوع. آه
انه اذا عرفت يعني حتقلك ايه. شو بعرفني؟ ليكي ما تكون بعدها مغرومة بهيدا الفنان رمز ديب. لا تقبرني، نسيته ما عادت جابت سيرته. هلا تقبرني كل همها جمعتها ودرسها. فإذا ليش متردده كبديعة؟ شو بعرفني؟ خايفة يقوم عرفها عليه ويطلع مش منيح ويقوم يعرف دومته ويقبرني. انت شيلي ايدك من هالموضوع، انا وام سامح بنعرفها عليه، اذا صار في نصيب كان به، واذا ما صار يا دار ما دخلك شر. منيح منيح منيح. مرحبا بديعة. اهلا، كيفك يا بديعة؟ اشتقت لك. انا كمان. ايه شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو عم تعملي؟ والله الي من عبكرة هالكاني عم زق الغراب من بيت لبيت، بنقلين على البيت الجديد. ايه نقلي مبارك يا رب. ايه مرسي مرسي ام سامح. لك يا حبيبي شو عملته؟ بشو؟ انتو تريس شو عملتوا؟ لي بشو لي؟ لك عمي ما بعد بكرة عندكم موعد مع ست جويس، ما بكون تعرفوا دليدة على ست جويس؟ اما تريس بهالايام راسها تعبان مش فاضية. ليش بها؟ جوزة جورج قالت لي انه بصاحب عليها. بصاحب عليها؟ يا عليها شو بقرة؟ لي في وحدة بالدنيا كلها بتصاحب واحد مثل جورج. معك حق مسامح، بس هيك قالت لي شو بعمل لها؟ طب قولي لي دليدة امتى بترجع على البيت؟ اليوم ما عندها شغل عند كاتيا، بترجع بين الثمانية سبعة هيك شي. طيب شو رأيك نروح عند تريز نطبخ الطبخة كيف نعرف دليدة على ست جويس؟ انطريني لفوت جيب جاد. يلا بس ما تأخر. لا 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 ناطرتك. يلا تريز وينك مختفية اليومين؟ يا عمي اسكتي اسكتي، واقعة بنصيبة إلى أول ما إلى آخر. خير إن شاء الله، شو في؟ قال شو في إيه؟ جورج شاكي فيه. إيه بعرف، خبرتني بديعة. قولي تريز كبري عقلك، جورج بده يحب عليكي، ليش في وحدة حبلي أكثر منك بتقبل فيه؟ عجبك هالمعفن بس أحواله مغيرة. لك شو بدنا بسير اللي اتركونا منه؟ شو عملتوا مع دليدا؟ بعد بكره موعدها بديعة مع الست جويس، ما بكون تاخذوا دليدا تعرفوها على ابن الست؟ بعد بكره موعدك يا بديعة؟ ايه الساعة 12. فإذا لازم نحكي دليدا. بس ما بعرف إذا رح تقبل. أنت ما تعطي لي هم، أنا بخليها تقبل. لكن من عشية بتروح بتسهر عندهم وبتحكي معه. منسهر. ايه قومي قومي. هما جيبين لنا شي حلو وشي فواكه تنتبقطن مع القهوة تتنبلع. هما اخ الله يسعدني عليكي.